بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل، حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت، فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون، فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم، ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين، وإما بغير ذلك، ولكن ذلك بفضله وإحسانه، وهو لا يزال فضله على الناس، وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله. ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر. وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير، وذلك آية محسوسة على البعث، فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عند بني إسرائيل ومن اتصل بهم، ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين. ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم، ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم. وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه، وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه الآية الكريمة وهي قوله سبحانه: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية الكريمة استهلت باستفهام: ألم ترى إلى الذين خرجوا؟ وهذا الاستفهام استفهام تعجب من حال أولئك. وقول ترى هذه الرؤية علمية وليست بصرية، فهي رؤية قلب، يعني ألم تعلم عن قصة أولئك الذين خرجوا؟ من المخاطب في هذا؟ ذكر بعض المفسرين كابن جرير الطبري أن المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المعنى على ذلك: لم ترى يا محمد إلى الذين خرجوا من ديارهم. وذكر آخرون من المفسرين أن الخطاب هنا إلى غير معين، فهو لكل من يتأتى خطابه، وهذا أعم، والحمل على هذا أولى كما ذكر بعض المفسرين. ألم ترى هذا كما ذكرت الاستفهام الذي يبتدئ ذكر هذا الحدث ينبه السامع إلى أن ما يتلى عليه حدث عجيب، ولا شك أنه حدث عجيب. قوم خرجوا من ديارهم،
وهم ألوف. وقوله ألوف يقول أهل اللغة هذا جمع كثرة، لأن آلاف جمع قلة، أما ألوف فهذا جمع كثرة، وعلى هذا يكونون فوق العشرة، يعني فوق 10,000. خرجوا بهذا الجمع الكبير من ديارهم. خروج هذا الجمع الكبير من ديارهم دفعة واحدة يثير العجب، إذ لا يمكن أن يخرج قوم من ديارهم وموطنهم ومكان راحتهم واستقرارهم بهذه الأعداد الكبيرة إلا لأمر دهاهم. الله عز وجل بين مقصودهم في هذا الخروج، قال: حذر الموت. إذن فالآية تفيدنا أن هؤلاء خرجوا من ديارهم وتركوا أملاكهم وبيوتهم خوفا من الموت. لم يذكر في الآية سبب الخروج، ولعل عدم ذكره لأن موطن العبرة لا يستدعي ذكره، فإن موطن العبرة هو في بيان مقصدهم من الخروج، وهذا ما بينه بقوله حذر الموت. أما سبب خروجهم فليس موطن عبرة. الشيخ رحمه الله في تفسيره وغيره من المفسرين بينوا الخلاف في سبب خروج أولئك القوم، والشيخ رحمه الله ذكر لنا قولين. القول الأول أن سبب خروجهم هو وباء حل بديارهم، فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت الذي خافوا منه نتيجة انتشار هذا الوباء. ثم ذكر الشيخ في آخر كلامه القول الثاني، قال: ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم. إذن فالقول الثاني في سبب خروجهم أن العدو دهمهم في بلادهم وديارهم، فخرجوا طلبا لسلامة أرواحهم من هذا العدو، حذر الموت. مما يؤيد الأمر الأخير، أولاً قوله وهم ألوف، فذكر الكثرة يظهر تأثيره في حال ما إذا كانوا خرجوا خوفاً وجبناً، فإن شأن الكثرة أن يثبتوا، ولهذا يقولون في الأعداد الكثيرة لن يغلبوا عن قلة، لكنهم مع كثرتهم جبنوا وخرجوا فرارا من الموت. مما يؤيد أيضا الرأي الثاني الآية التي بعدها، وهي قوله سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله. وهذه الآية وهي قوله: ألم تر إلى الذين خرجوا، هي تمهيد لقوله سبحانه: وقاتلوا
في سبيل الله. سواء قلنا إن سبب الخروج هو الوباء أو العدو، لكن على القول بأن سبب الخروج هو العدو يكون الارتباط أظهر، وإلا فالارتباط ظاهر على كلا القولين. على كل حال، كما ذكرت، القصد هو موضع العبرة، وهو أنهم خرجوا وهم ألوف حذر الموت، لكن لا يغني حذر عن قدر. خرجوا يطلبون الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال لهم الله، وهذا القول قول كوني قدري، فهو أمر كوني قدري، لأن أوامر الله عز وجل منها ديني شرعي، كقولها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها كوني قدري، فهو جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كونا وقدرا. قال لهم كونا وقدرا موتوا، فماتوا ثم أحياهم. ولهذا هناك تقدير الآية، طبعا لفظها فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، التقدير فماتوا ثم أحياهم الله عز وجل. والعطف بثم، كما يقول العلماء، ثم في اللغة العربية تفيد الترتيب وإيش؟ إيش؟ لا، التراخي، تفيد الترتيب والتراخي. ولهذا قالوا إن هذا يفيد أنه مضت فترة عليهم وهم أموات، ثم إن الله عز وجل أحياهم بقدرته. الشيخ رحمه الله ذكر أن بعض المفسرين ذكروا أن مما كان في قضية إحيائهم أن نبيا من الأنبياء مر بهم الشيخ ذكر هذا نعم أي نعم وذكر غيره من المفسرين وذكر هو يعني أن نبيا من الأنبياء مر بهم فرأى ما حل بهم فدعا الله عز وجل فأحياه. وهذا ورد في بعض المرويات، وغالبه من المنقول عن بني إسرائيل. وعلى كل حال، الله عز وجل أحياه بقدرته، سواء كان ذلك استجابة لدعوة نبي أو ابتداء منه سبحانه وتعالى، فبعدما أماتهم أحياهم. وهذه القصة كما ذكرت تبين للمسلمين حقيقة عظيمة، وهي حقيقة أن الموت وإن فر منه الإنسان فإنه أجل محتوم لا يعجله ثبات ولا يؤخره فرار. وهذه الحقيقة إذا تدبرها المسلمون كان ذلك مثبتا لهم أمام الأعداء. ولهذا قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم.
وفي الآية الأخرى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي في تفسيره إن هذه الآية التي ذكرتها الآن هي من أعظم الآيات في التشجيع على القتال. الفرار لا ينفع الفار، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. إذا تذكر المؤمن هذه الحقيقة وتيقن أن الأجل مكتوب وأن ثباته أمام عدوه وعدو الله لن ينقص من أجله ساعة ولا لحظة، وأن فراره من عدوه وعدو الله لن يمد في عمره ساعة ولا لحظة، إذا تيقن ذلك كان ذلك من أعظم أسباب الثبات. ثم إن الآية أفادت أيضا أن الموت والحياة كلها بيد الله، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموت والحياة بيد الله، فليس لك أيها العبد إلا أن تمتثل أمر ربك، فهو الذي بيده حياتك وموتك، تعددت الأسباب والموت واحد. قد تفر من الموت لسبب من الأسباب فيأتيك الموت بسبب آخر، ولهذا جاء في تفسير ابن كثير مقولة خالد بن الوليد وهي يتناقلها المؤرخون، وخالد رضي الله عنه معلوم أنه كان مقداما شجاعا، مات على فراشه فكان يقول وهو في مرض موته لقد شهدت كذا وكذا موقعا، يعني معركة، وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. ولهذا كان من الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوباء عدم الخروج من أرض الوباء، وقد جاء في ذلك حديث في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم، فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. ثم إن الله عز وجل قال إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا الجزء من الآية جاء في القرآن في مواضع متعددة، منها أربعة مواضع فيما أذكر. جاء في سورة غافر الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وجاء في سورة يونس والنمل هذا المعنى، وهو أن الله عز وجل ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ووجود هذا المعنى في آيات متعددة من كتاب الله يلفت أنظار المؤمنين إلى أهمية تدبر هذا المعنى، فإن الله عز وجل عندما يذكره مرارا فذلك لمعان عظيمة تضمنها هذا السياق. أولا، ما وجه ارتباط هذا السياق بما قبله؟ إن الله لذو فضل على الناس، يبين الله عز وجل أنه سبحانه له فضل عظيم على الناس، وتنكير فضل للدلالة على العظم، يعني إن الله لذو فضل عظيم على الناس. أكد الله عز وجل هذا بإن، وهي أداة توكيد، وباللام، إن الله لا ذو فضل، ما قال إن الله ذو فضل، فذكر مؤكدين يؤكدان هذا المعنى. مما قيل في صلته بما قبله أن إحياء هؤلاء بعد إماتتهم هو من فضل الله عليهم، والإحياء بعد الإماتة كما حصل لهم فإنه يحصل لعموم الناس. متى يحصل الإحياء بعد الإماتة لعموم الناس؟ نعم، عند النوم، أحسنت. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة كان إذا أوى إلى فراشه، إذا أوى صلى الله عليه وسلم إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن فالله عز وجل وقوله الحمد لله يفيد أن هذه نعمة، أن الله عز وجل أحياك بعدما أماتك. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فكل واحد منا يتوفاه الله في اليوم والليلة مرة أو مرتين حسب نومه، ولو شاء الله ما رد له روحه، وكانت موتته التي لا حياة بعدها، لكن الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله يمتن علينا وعلى عباده وعلى الناس فيرد إليهم أرواحهم، فهذا من فضله وجوده وإحسانه. إن الله لذو فضل على الناس، فضل عظيم. فضل الله عز وجل على الناس عظيم، ونعمه جل وعلا لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. كثير من الناس يغفل عن النعم العامة مع أن الله عز وجل ينبه عليها في القرآن كثيرا، فإذا جلس يتفكر في نعم الله عليه يتذكر النعم الخاصة به. الله عز وجل كما مر معنا في الآية المتقدمة
يقول سبحانه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. هذه النعم العامة التي أرفناها صار كثير من الناس لا يستشعرها ولا يحمد ربه عليها. بالأمس لما حصل زلزال في تركيا تذكر الناس نعمة ثبات الأرض واستقرارها، رأوا الدمار، رأوا الأهوال. كم لله عز وجل من نعمة عظيمة عامة على الخلق غير نعمة استقرار الأرض. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله لذو فضل على الناس. لكن ما موقف الناس أمام فضل ربهم؟ يخبر عنهم ربهم العليم بهم: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والمؤمن عندما يسمع هذه الآية يخشى أن يكون من أولئك الأكثرين، لا سيما وأن هذا الأمر كما ذكرت جاء في القرآن 4 مرات أو يزيد، بل جاء في القرآن قول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هل أنا وأنت من أولئك القلة الشاكرين؟ نرجو أن نكون ذلك، لكننا نخاف على أنفسنا، ولهذا ينبغي أن يكون من همومنا ومقاصدنا في حياتنا أن نقوم بشكر المنعم جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآيات فيها فوائد، من فوائدها أن فيها دلالة على البعث، لأن إماتة هؤلاء وإحيائهم دليل على أن القادر الذي أماتهم ثم أحياهم قادر على إحياء الخلق جميعا يوم يبعثون. من الفوائد أيضا أن بيان الله عز وجل لآياته وإخراج الناس من الموت إلى الحياة وإنقاذهم من المهالك كل ذلك من أعظم فضل الله ونعمه عليهم التي تستوجب عليهم الشكر. من الفائدة أيضا أن نعم الله عز وجل في الدنيا عامة على الخلق، فهي تشمل المؤمن والكافر، ولهذا قال الله عز وجل: إن الله لذو فضل على الناس، فلم يخص المؤمنين، إذ نعمه في الدنيا تشمل المؤمن والكافر، لكن نعمة الله على المؤمن متصلة بالدار الآخرة. وفيها أيضا أن من أعظم نعم الله عز وجل بيانه الآيات للخلق، فإن نعمه جل وعلا على عباده منها نعم دنيوية ومنها نعم دينية. فمن أعظم نعمه الدنيوية أنه جل وعلا يبين آياته ويري العباد آياته ليكون ذلك واعظا لهم وزاجرا ونافعا لهم
في أمر دينهم. ومن ذلك هذه القصة، فهذه القصة هي من أعظم آيات الله، وذكرها ووقوعها هو آية من آيات الله يعتبر بها المؤمنون ويدكرون، وهذا الاعتبار والادكار هو من فضل الله عليهم الذي يستوجب عليهم شكر المنعم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن، لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين، وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق، أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله، فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون له من الواقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وأن لا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. كما ذكرت في الآية المتقدمة أن الآية المتقدمة تمهيد للأمر بالقتال، فهي كما ذكرت لكم بيّنت أن الحذر من الموت بالفرار من أسبابه ومنها قتال الكفار لا يمد عمرا ولا يقرب أجلا، فالأجل محتوم. فجاءت بعد ذلك الآية التي بعدها تأمر بالقتال في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله. قول في سبيل الله هذا مر معنا تفسيره فيما مضى، ودائما عندما يذكر القتال في القرآن أو غالبا يذكر القتال والجهاد مقرونا بقوله في سبيل الله، فما دلالة هذه اللفظة؟ أنا أسأل لأنها مرت معنا، إن كان أحد يتذكر يعني. نعم. إخلاص. أحسنت. شيء آخر؟ نعم. أحسنت. قوله وقاتلوا في سبيل الله يتضمن أمرين، فقول في سبيل الله يتضمن الإخلاص لله عز وجل في الجهاد، ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
فهو في سبيل الله. فهذا الأمر وهو الإخلاص لله عز وجل هو الأمر الأول الذي يدل عليه التقييد بقوله في سبيل الله. الأمر الثاني هو موافقة الشرع، فإن الجهاد حتى يكون في سبيل الله لا بد أن يكون جهادا موافقا لشريعة الله، فإن لم يكن موافقا للشرع فليس قتالا في سبيل الله. فالقتال المأمور به هو ما جمع هذين الأمرين، وهما الإخلاص والصواب، وهما شرطا قبول العمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، صالحا يعني صوابا، ولا يشرك خالصا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل يا أبا علي، والمسؤول هو الفضيل بن عياض، ما أحسن عملا؟ قال أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. المقاتل لم يذكر هنا، يعني ما قال الله عز وجل وقاتلوا الكفار، وهذا للعلم به، فإن المأمور بقتالهم هم الكفار الذين يقاتلون المسلمون، الذين يقاتلون المسلمين. ثم إن الله عز وجل ختم هذه الآية التي فيها الأمر بالقتال في سبيله بقوله واعلموا أن الله سميع عليم، سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بالظاهر والباطن، بما يظهر من العباد وبما يسرون في قلوبهم. والشيخ رحمه الله بين أن من مغزى الختم بهذين الاسمين الكريمين أن المجاهد إذا علم أن الله سميع عليم هان عليه الأمر، فإن الذي أمرك بالجهاد هو السميع العليم بحالك، فأنت بمرأ منه وفي كنفه، فإن كنت معه فهو معك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهذا يجعل المؤمن يقوى على جهاد الكفار باستحضاره معية الله عز وجل وأنه سميع عليم، سميع للأقوال، عليم بالأفعال وما يجري من الأحداث. ابن جرير الطبري رحمه الله ذكر أيضا معنى آخر، وهو أن الأمر بالقتال ينكص عنه فئام من الناس، ويظهر هذا في المنافقين والمرجفين، فإنهم يثقل عليهم الجهاد جدا. ففي قوله والله سميع عليم ما يشير إلى أن هؤلاء الذين يقولون المقالات المثبطة كقولهم لو أطاعونا ما قتلوا، وهذه من مقالة المنافقين التي حكاها الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران، لو أطاعونا ما قتلوا. ولهذا قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة وغيرها
من المقالات التي فيها تثبيط المؤمنين عن قتال الكفار، الله عز وجل سميع لأقوالهم، فلا يظنون أن الله غافل عنهم، وسيجدون جزاء تثبيطهم للمؤمنين عند الله عز وجل، فعليهم أن يرتدعوا عن الإرجاف والتثبيط. فهو جل وعلا سميع عليم بما يقوله المتخلف والسابق، عليم بما يظهرانه سواء كان متخلفا عن القتال أو مسابقا إليه، ووراء هذا السمع والعلم الجزاء. ولهذا العلماء يقولون إن ذكر السمع والعلم والخبرة وختم الآيات بها يتضمن ما يترتب عليها من الجزاء، فإن السميع العليم يحصي على عباده ويجازيهم أتم الجزاء وأوفاه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم إن الله عز وجل ندب عباده إلى إقراضه سبحانه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ هذا الاستفهام كما يقول المفسرون استفهام تحضيض، فالله عز وجل يحض عباده، وكأنه يقول من الذي يحظى بهذا الأمر العظيم والثواب الجزيل فيقرض الله عز وجل الكريم المليء سبحانه وتعالى الذي ليس عديما ولا ظلوما جل وعلا، من الذي يحظى بهذا الأمر؟ وهذا يتضمن الترغيب في هذا الأمر، وهو إقراض الله عز وجل قرضا حسنا. أصل القرض هو كما يقول العلماء اسم لما يلتمس عليه الجزاء، فالمقرض، ولهذا الفقهاء لما يعرفون القرض في كتب الفقه يقولون هو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وتسمية الإنفاق في سبيل الله قرضا من أجل أن الله عز وجل ضمن للمنفقين الجزاء الحسن. فكما أن القرض مضمون الجزاء، فهؤلاء المنفقون جزاؤهم عند الله عز وجل مضمون بأجور مضاعفة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وصف الله عز وجل القرض بأنه قرض حسن. الشيخ رحمه الله قال: والمراد بالقرض الحسن هو ما جمع أوصاف الحسن. الأمر الأول النية الصالحة، يعني يكون الإنفاق لله عز وجل، وهذا من أعظم الأمور، لأن الأعمال المتعدية يكثر فيها الخلل في النيات. ولهذا فتصفية النية في الإنفاق هذا من أعظم أسباب مضاعفة الأجر عند الله عز وجل، بل هو سبب القبول عنده سبحانه. الأمر الثاني سماحة النفس بالنفقة، يعني أن يخرج الشخص المال طيبة به نفسه، فلا يخرجه تكرها
وإنما يخرجه ونفسه به طيبة، لأنه يرجو ثواب الله ويتيقن الأجر من الله عز وجل. الأمر الثالث أن يقع الإنفاق في محله شرعا، فمن صفات القرض الحسن الذي حث الله عباده عليه أن يكون إنفاقا في محله، لأن الإنفاق قد يكون بنية صالحة وقد يكون بنفس طيبة، لكن ينفق الشخص في غير المحل الشرعي، فهذا لا يكون قرضا حسنا داخلا في الأجر المضاعف المذكور في الآية. الأمر الرابع قال: وألا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ومنقصا. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. فإتباع الصدقة بالمن والأذى هذا من أسباب بطلان العمل. إذا توافرت هذه الأمور الأربعة فهذا قرض حسن. فما هو جزاء القرض الحسن؟ قال الله عز وجل: فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يضاعفه له، المضاعفة هي أن يجعل الشيء مثليه، يعني يضاعف بمثله، لكن الله عز وجل قال أضعافا، يعني ليس ضعفا واحدا وإنما أضعاف متعددة. ثم وصف هذه الأضعاف بأنها كثيرة، وهذا ما لا حد له. ولهذا قال العلماء إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلم حدها إلا الله عز وجل. وهذه المضاعفة بحسب ما يقوم بقلب العبد، يعني كلما حسن القرض، لأن الحسن في حسن وفي أحسن، فالقرض قد يكون حسنا لكن قد يكون القرض الآخر أحسن، هذه المضاعفة تتفاوت بحسب حسن القرض. فكلما كان القرض أحسن بالصفات المتقدمة المذكورة للقرض الحسن، كلما كان الأجر أكثر مضاعفة. والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. ولهذا يقول العلماء إن الأجر المرتب على وصف يزداد بزيادة هذا الوصف، الأجر المرتب على وصف يزداد بزيادة هذا الوصف. فيضاعفه له أضعافا كثيرة، هذا وعد من الله عز وجل الذي بيده خزائن السماوات والأرض، بيده الدنيا والآخرة، وعد عظيم كريم للمنفقين. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. رواه مسلم في صحيحه. وذكر ابن كثير حول هذه الآية حديث ابن مسعود في قصة أبي الدحداح، وهي أنه لما نزل قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله
قرضا حسنا فيضاعفه له. قال أبو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله عز وجل ليريد منا القرض. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا أبا الدحداح. فقال صلى الله عليه وسلم: أرني يدك يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم له يده فقال: إني أقرضت ربي عز وجل حائطي، وكان فيه 600 نخلة. ثم ذهب إلى امرأته وأولاده وهم في الحائط، الحائط يعني المزرعة، وقال لهم: خذي أولادك واخرجي، فإني أقرضت ربي حائطي. هذا الحديث رواه سعيد بن منصور في سننه، وفي إسناده ضعف إلا أن له شواهد تقويه، وهو يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من التأثر واليقين بآيات الكتاب العزيز، فإن كثيرا منا سمع هذه الآية ويسمعها مرارا، لكن من منا أورثت عنده مثل ما أورثت عند أبي الدحداح؟ نسأل الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ هذا وعد في الدار الآخرة، إلا أن الله عز وجل وهو العليم بالناس يعلم أن بعض الناس ربما ضعف عندهم الإيمان واليقين بالآخرة. فجاءت العبارة التي بعدها: والله يقبض ويبسط. الله عز وجل هو الذي يقبض الرزق على أناس فيقتر عليهم، ويبسط الرزق لأناس فيغنيهم، فهو جل وعلا القابض الباسط. والمؤمن إذا تذكر هذا هان عليه بذل المال في سبيل الله عز وجل. الله عز وجل يقبض ويبسط كما قال الشيخ، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع. ولهذا جاء في الحديث: إن ملكين ينزلان في كل يوم فيقولان: اللهم أعطي ممسكا تلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا. وجاء قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال بل تزده. فالمؤمن كما يتذكر الثواب العظيم في الدار الآخرة، يتيقن أيضا أنه حتى في هذه الدنيا بسط الرزق وإمساكه هو بيد الله عز وجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا تذكرت هذا المعنى مع اليقين بالثواب في الدار الآخرة، هان عليك بذل المال في سبيل مولاك جل وعلا. وقوله سبحانه: والله يبسط، والله يقبض ويبسط، هذا الشيخ رحمه الله ذكر أن معناه يقبض الرزق على من يشاء
ويبسطه لمن يشاء. وذكر بعض المفسرين أنه عام في الرزق وفي غيره، ولهذا من أسماء الله عز وجل القابض الباسط، فهو يبسط الرزق ويبسط الأجل ويبسط العلم وغيرها من الأمور، فهو جل وعلا الباسط القابض الباسط، فهو عام في كل شيء، يقبض ويبسط سبحانه وتعالى. فلا تبخلوا بما وسع الله عليكم كي لا يبدل حالكم من غنى وبسط إلى فقر، بل ابذلوا وأيقنوا وأملوا، فالله عز وجل هو القابض الباسط. ثم إن الله عز وجل قال: وإليه ترجعون. وهذا الجزء من الآية الذي ختمت به آية الإنفاق له دلالات تحث المؤمنين على الإنفاق، فمن دلالاته أن العاملين المنفقين سيرجعون إلى الله لا إلى غيره، فيجدون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه. ولهذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: كلنا مالنا أحب إلينا من مال وارثنا. قال: فإن مال أحدكم ما قدم، ومال وارثه ما أخر، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وإليه ترجعون. ثم إن من دلالات قوله وإليه ترجعون أن هذا المال الذي هو الآن بيدك هو مال الله، والفقراء هم خلق الله الذين أمرك الله عز وجل بأن تواسيهم. بسط لك الرزق وقدر عليهم الرزق ليبتليك بهم ويبتليك بالبسط الرزق، فماذا أنت عامل ومصيرك إلى ربك عز وجل؟ جل وعلا هو الذي رزقك، فالمال مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، تفضل عليك بهذا المال، ثم حثك على بذله وهو ماله جل وعلا، وأعطاك على بذله الأضعاف المضاعفة، وهذا من كرمه جل وعلا. تذكر أنك إليه سترجع، ستترك هذا المال في يوم من الأيام. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وأقول إن من دلالات ختم الآية بقوله سبحانه وإليه ترجعون أن هذا المال الذي بيد من بسط الله له الرزق
هو عارية ومستردة، فإن أنفق منه في سبيل الله وجده أمامه، وهو سيأتي إلى قبره ويترك ماله كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فهذا المال الذي بيدك الآن وأنت تملك التصرف فيه، إن بقي لك فلن تبقى له، ستتركه في يوم من الأيام شئت أم أبيت، فاعمل فيه عملا تضمن أن يكون مما تجده أمامك حين قدومك على ربك عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.